وفي زموني حبو قاموا بالواجب عزوني البعد لي جامي شافوك عيطولي بالكلمة وزوني في جنسك بانا دوك لي كانوا قراب ليك معداوني في رقبتي سيف الوقت وبابوري وفي زموني حبو قاموا بالواجب عزوني البعد لي جامي شافوك عيطولي بالكلمة. السلام عليكم متتبعي قناة منوعات مغربي في اسطنبول، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة منوعات مغربي في اسطنبول. اليوم جبنا لكم واحد جوج معلومات اكيده، واحد المعلومه كانت طيجه عندي وحبيت نتاكد منها وتاكدت منها اليوم بالفعل، وان الناس اللي كيجيو لينيغلدم او القادمين الجدد يعني ابتداء من هذا الاسبوع طبقوها، واليوم طبقوها بتشديد، اليوم طبقوا هذه القضيه بتشديد سواء في مطار اسطنبول الجديد او سواء في مطار صبيحه اسطنبول، بجوج المطارات يعني. فما تفاجئش الى جيتي دخلتي للمطار وبصموك وصوروك وسكانوا ليك الباسبور ديالك وكيقولك دخل مرحبا بك في تركيا. فهذا الاجراء هذا اللي غادي يدار الهدف منه واضح وباين، وهو ان تركيا تكون مسجله عليك جميع المعلومات في السيستم، يعني عندهم باسبورك، عندهم البصمه ديالك، وعندهم التصويره ديالك، البصمه ديال الوجه كتسمى كيصوروك، هذه كتسمى البصمات ديال الوجه، ما عندك فين تزهق. فهاد الاجراء داروه باش ما يبقاوش الناس يتجمعوا عندهم في الكامب، الدراري ما كيبغوش يجيبوا الباسبورات ديالهم في الكامب باش ما يديروش الديبور، رغم انهم دايرين لهم داك الخيار ديال انه تجيب الباسبور او تدوز عام حبس. فكاين واحد النسبه كثيره ديال الدراري اللي كيفضلوا يدوزوها حبس وما يمشيوش ديبور للمغرب، كيفضلوا يدوزوها حبس وما يمشيوش ديبور للمغرب، وبالتالي لقاو مشكل ولقاو اشكاليه، وباش يعالجوا هذه الاشكاليه فبقاو كيجتهدوا اخويا تخرجوا من هذا القانون ديال الزعتر الجديد. وكما قلت لكم الخوت راه كتنعس كتفيق كتصبح على قانون جديد. فدابا من بعد الكامب اللي ولاو كيشدوا فيه من بعد هذه الروينه كامله، دابا زادوا البصمه ديال المطار بالوجه والبصمه باليد والتصويره ديالك وسكي سكانوا لك الباسبور ديالك. دابا جيب لهم الباسبور ولا قال تجيبوش. دابا في حاله تشديتي مشيتي للكامب غتلقى راسك في كازا ما غتفهم حتى شي لعبه، اون فوا غادي يشدوك غيديوك لا ماشين غادي يبصموك في الكامب، غادي يبصموك البوليس، غادي تطلع لهم انت وباك امك جدك عائلتك فين ساكن فين لقى صوبتي الباسبور التاريخ الزياد ديالك شنو كدير من اتا زيد، غادي يطلع لهم تصويرتك في كورتك انت هو انت، غادي يخسروا عليك اجراء واحد بضغطه زر واحده، غادي يخرجوا لك الفوتوكوبي ديال الباسبور ديالك وغادي يركبوك في اول طياره ذاهبه الى المغرب. فهاد الاجراء واضح واضح جدا، الهدف منه ان الترحيل غادي يولي سريع وما غيبقاوش الناس يعصروا في الكامب، صوف الناس اللي ما بصموش في المطار باستثناء الناس اللي ما بصموش في المطار، يعني الناس اللي دخلوا قبل التاريخ ديال اليوم. فاليوم جاوا اربعه ديال الدراري تلاقيت بهم اكدوا لي هاد القضيه، قال لي خويا ميمون سخسخونا في المطار، قال لي فاش دخلنا دوزونا وداونا لواحد البلاصه وبصمونا وصورونا وسكانوا لنا الباسبور عاد طلقونا. قلت له واش طياره كامله يعني كاع اللي جايين بعيالات بالرجال كلشي؟ قال لي لا، قال لي الاغلبيه كيركزوا على الشباب ما بين 18 عام حتى 40 عام تقريبا، ما بين 18 عام حتى 40 عام كيركزوا على الشباب ما بين 18 عام حتى 40 عام، هادو هما اللي كيبصموهم وكيصوروهم، العيالات كيخليهم يدوزو ما كيبصموهمش، والناس اللي عندهم اقامات في تركيا ما كيتبصموش مهما كان السن ديالهم ما كيتبصموش، لان ما حد عندك اقامه في تركيا الا والمعلومات ديالك كامله في اي دوله. مثلا انا عندي اقامه في تركيا في اي دوله، فهم كيعرفوا عليا الشده والفاده، هنا في تركيا ما محتاجينش، كيعرفوك فين كاري وكيعرفوك واش عندك موتور ولا ما عندكش، عندك طوموبيل، اي حاجه تزادت عليك في تركيا هنايا كتقيد، فواتير الماء بسميتك، فواتير الضوء بسميتك، الابونمون، نوامر التليفون ديالك كيعرفوهم كاملين، العنوان ديالك، فين ساكن، لوكاليزاسيون، الموقع، كيعرفوا عليك الشاده والفاده بالنسبه للناس اللي عندهم الاقامه، والناس الجداد اللي ما عندهمش اقامه ولاو داروا لهم هذه القضيه ديال البصمه، لان عارفين هما بانك انت كتجيب باش تحرق وكيحلوا معاك في القضيه ديال الترحيل ملي انت ما كتبغيش تجيب الباسبور ديالك وكتبقى واحد اليوم تما في الكامب، وهما الهدف ديالهم يرجعوك ويديروا لك الديبور. فهاد القضيه ديال البصمه الخوت راها رسميا اكيده 100% ومليون بالمئه. الحاجه الثانيه علاش بغيت نهضر الخوت، الناس اللي كاينين في تركيا هنا ومخالفين، الناس اللي كاينين هنا في تركيا ومخالفين، انا يلاه جيت دابا من ميدان السينيور تدار لي الكونترول طلبوا لي الكيملك ديالي، وكان معايا واحد الصديق طلبوا لي الباسبور،
لحسن الحظ ديالو انه ما مخالفش الناس اللي فايتين 90 يوم. هاد الايام من نصائح، الا ما كنتيش باغي ترجع للمغرب، ما بغيتيش تقطع البيه ترجع للمغرب، تخبى في داركم، تقدى في اقرب ماركت حدا الدار، اي حاجه خصك تقداها حدا الدار حتى تخرج الرحله ديالك الله يسهل عليك، ولا تشوف اش غادي دير لحياتك. المهم راه ما تخرجش الدور في الاماكن العامه، الناس ديال ايسينيورت عندكم ميدان ايسينيورت، مسجد بلال الحبشي، ويشيل الجامع اللي هو الجامع الاخضر. هاد المناطق اللي كيكون فيها اكتظاظ وكيكون فيها كذا راه فيها لي كونترول، والبوليس ماشي باللبسه بوحدهم، كاينين بوليس سيفيل. انا اللي شدوني سيفيل، وكيكون عندهم واحد الشاره ديال البوليس كيقول لك بوليس وقف كيمليك باسبور طن طن طن. فالناس اللي مخالفين الخوت، سواء غتمشي تقطع البي ديالك وترجع بلادك، وهذه هي النصيحه ديالي، الا ما كنتيش غادي تقضي غرض لا كنتي غاز غاز كتضيع في الوقت هنا بلا ما تمشي للكامب عاوتاني يبقاو محنسرين تما. ولا كنتي غادي تضرب اخويا تخبى في داركم، الا كنتي باقي تزيد شي محاوله تخبى في دارك اخويا، والسكن اللي غتسكن فيه ما يكونش سكن لك، شي سكن في شي سكن مشبوه وعامر دكجا ديال البشر فيه 30 واحد ولا كذا، والصداع ومهدد باش ان البوليس يجيو عندكم في اي لحظه او الجيران يشكيو بك. فمن الاحسن اخويا تخوي تخوي، قلب لك على شي سكن نقي فيه 8 الناس ولا هذا، ويكون زوين وبعيد على المشاكل وبعيد على اتساع مطراف وبعيد على الاماكن فين كيتجمعوا المهاجرين بزاف، وسكن فيه وتقدا في اقرب ماركت حداك حتى يسر لك الله دير الرحله ديالك الا كنتي مازال ناوي دير الرحله ان شاء الله. هذا من جهه. خبر ثالث الخوت، الناس ديال اليونان، الناس ديال اليونان مصدر موثوق، ناس مشاو خوتي، ناس مشاو شافوا بعينيهم البارح، مشاو لقاو اليونانيين كيحيدوا الشجر اللي مقابل مع الواد، يعني كاين الواد اللي كيفصل بين تركيا واليونان، فاش كيقطعوا الدراري داك الواد كيوصلوا اليونان كيكون واحد الشطاب واحد الشجار وروينه والخش وكذا والدخشيش، هذاك الدخشيش كانوا كيستغلوه المهاجرين باش انهم كيلعبوا فيه بابجي مع البوليس ديال اليونان والعسكر ديالنا، كيتخبوا لهم وسط الدخشيش ويتخبوا منه وكذا. دابا راه حرقوا داك الزمر كامل، داك الربيع طراكسات والروينه راه شطبوا الدنيا، رجعوا الدنيا بلا بزاف د البلايص، ماشي كلشي ولكن بزاف د البلايص راهم غاديين كيكملوا هذه العمليه هذه، بمعنى بغاو يخليو التيران ديكاجي غيديروا الكاميرات، غادي غتقطع الواد اليونان عقرصوا عليك. فحتى الدراري دابا حاليا اللي كيمشيو الاغلبيه كيتشدوا، الاغلبيه في اليونان كيتشدوا دابا حاليا، الاغلبيه اللي كيقطع اليونان كيتشد، انا كنقول الاغلبيه الساحقه كيتشدوا، اللي سلت غير لقاشي تقبع باقي ما طيحش عليها بنادم وصافي اللي سلت. فاليونان الناس اللي كيمشيو اليونان ردوا البال مزيان، انا ما كنقولكش سير ولا ما تمشيش ولا غنخلعك ولا غادي نفشلك، انا ما كنفشش. بحال واحد الاخت دارت ليا في واحد التعليق، اخويا انت كتفشل الناس ما كتفشل الناس، انا كنظن بان ماشي من المتتبعين ديال القناه، ربما اول مره تشوف لاشين ديالي. سير اختي تشوفي هذا المحزوق اللي قدامك راه داير ما عرفتش شحال من فيديو على هذه الهجره هذه تركيا ولا اليونان. انا واحد الانسان اللي كيهضر على الطريق ديال اليونان، وكيهضر على الطريق ديال بلغاريا، وكيهضر على الطريق ديال صربيا، وكيهضر على بزاف ديال الطرقان في الطريق هذه، وكنعطيك الايجابيات والسلبيات ديال كل طريق، كنعطيك الايجابيات ديال هذه والسلبيات ديال بلغاريا، الايجابيات ديال اليونان والايجابيات ديال بلغاريا، وتنقول لك قال لك علم الامور خير من جهلها. ملي كنقول انا راه الكرياز مزيار وكذا وطاطا منا، كيفهمها بنادم بانني بحال كنقول لك ما تمشيش، هو كنقول لك اخويا رد البال، خصك تكون انت في بالك بلي راه مزير باش دير شي قالب اخر، باش تبدل الخطه، باش تبدل النقطه، باش تعرف دير شي قالب اخر باش تدوز، اما الهجره ما عمرها غتسالي. شتي كامل اللي قلنا بصم وديروا كامب والروينه والكرياج مسدود والواد كيحضيو وهادشي كامل اللي قلنا، وما عمر الحرقه غتسالي، وبنادم عا يدوز صحه. شتي واخا يديروا عسكري حدا عسكري ملاصقين بالكوردات بحال هكذا وغايدوز بنادم، شتي واخا يديروا صوصين العظيم وغايدوز بنادم، غير هو علم الامور خير من جهلها، ودير الاحتياط وترد البال باش ما تبقاش تضرب بزاف ديال الرحلات او باش ما تمشيش للكامب. دابا راه اصعب حاجه دابا هي الكامب، الانسان كتفشل المحاوله ديالو من اول لحظه. وبالنسبه للناس الجداد راه هادشي اللي عطى الله، راه غادي يبصموك في المطار وغادي ياخذوا بصمه ديال التصويره ديال العينين ديالك ووجهك، وغادي يبصموك اخويا وغيسكانيو الباسبور ديالك، ولا قدر الله الا طحتي في يد البوليس ولا العسكر في الحدود وداوك للكامب، عارف راسك راه 100% راك مصيفط ريفوري في كوليه لكازا بلانكا. كان هذا هو الفيديو ديالنا الخوت، خفيف ظريف، عجبكم الفيديو بارطاجي لايك ابوني، ما عجبكمش راه هادشي اللي عطى الله، انا راه ما غاديش نزيد عليك ما غنقص عليك، الحقيقه اللي كاينه راه كنبارطاجيها معك صافي. الهجره في رمضان، انا حطيت واحد الفيديو في رمضان، واحد السيد عوض اول يوم يناقش معايا المعلومات كامله اللي جات في الهجره، رجع عندي كيقول لي علاش كتقول للناس ما يصوموش ولا يصوم، خويا صوم ولا ما يصومش شغلو هذاك، الا صام راه صام لراسو، الا كلا راه كلا لراسو،
ولكن واش الا كلا اتم ولا ماشي اتم راه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. انا استدليت بواحد الايه: وان كنتم مرضى وعلى سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فانا بالنسبه لي هذه الهجره وهذا الطريق اللي غضرب سواء على بلغاريا ولا اليونان كتعتبر سفر. ما تقوليش ماشي سفر، غادي تقول لي يا ودي لا، وحتى واحد مضربو عليه يدو باش يمشي، وتا داك اللي مشي يشوف خالته من الرش ديال الطانطان وكلا رمضان حتى واحد مضربو يدو يمشي خالته، ولا بغى يبيع التمر بزاكوره ولا ما عرف شنو وشاد الكارو وما قدرش يصبر وكلا. انا كنقول لك لا، قدر يصوم في الطريقه اخويا غادي في رمضان، قدرتي تصوم كثر الله خيرك ومضاعف الله اجرك وكيعاونك تسيدي ربي وضاعف الله اجرك والله يعطيك الصحه وبرافو عليك. وشتي راسك اخويا كنتي صايم وشتي راسك غادي تموت بالعطش ولا غتموت بالجوع، ريق اخويا ما تموتش، ريق اخويا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عندك الرخصه اخويا ريق، ما عندك ما دير، راه الموت هذيك واش تموت؟ ما عادش تموت صافي، عندك الجهد باش تزيد صوم صوم، ما عندك الجهد باش تمشى بالليل يصبح الفجر وكذا تسحر وتضربها بنعسه حتى ديك 3 العصر ولا تضرب فيها وتلف النهار ديالك وتكمل وتفطر العشيه وتكمل، راه مزيانه هذه القضيه. منها غتقتصد على الماكله غتولي دير غير وجبه وحده ديال الفطور وتزيد تدمق شي شويه وتكمل الطريق بالليل. ما قدرتيش اخويا، اخويا اش نقول لك، ما قدرتيش، راه انت وراه انت عندك الانيسياتيف تاكل ولا ما تاكلش بينك وبين اللي خلقك، حتى واحد ما غيحاسبك، لا انا لا 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 لا, لا هذا اللي في الكومونتير اللي غيحاسبك هو الله سبحانه وتعالى. شوف عاوتاني انت وقرايتك وشوف العلماء شنو قالوا لك اخويا ديال الدين، قالوا لك كول كول، قالوا لك ما تاكلش ما تاكلش. حنا امامنا واحد الايه معروفه كتقول: وان كنتم مرضى او على سفر فعده من ايام اخرى. هاد الطريق هذه فاش كتسافر فيها راه ماشي كتمرض، راه جميع انواع الامراض كيجوك في الطريق: الوسواس، الطونسيون، السخانه، الشك، الكلاكاج، العيا، الارهاق، كلشي غادي يجيك، جميع انواع المعاناه غادي تعاني. بغيت تكون عارف شنو تابعك، انا ما كنفشلكش، خاصك تكون عارف شنو تابعك باش تلا قررتي تضربها الطريق تضربها عن قناعه وانت ضارب الحساب لداكشي اللي جاي، عرفتي تضربها وانت ما عارف والو في دار غفلون وصدق غادي تما تقول لك العزوه زرفنا ولا. اسمح لي يا خويا كل واحد يدير اللي بغى، الله يسهل عليكم كاملين، تبارك الله عليكم، رمضان مبارك سعيد. وفي زموني حبو قامو بالواجب عزوني، البعد لي جامي شافوك عيطولي بالكلمة وزوني، في جنسك بانا دوك لي كانو قراب ليك معداوني، في ربط يسيف الوقت وبابوري. وفي زموني حبو قامو بالواجب عزوني، البعد لي جامي شافوك عيطولي بالكلمة.